مرحبا بكم. أكد نائب رئيس اللجنة المالية البرلمانية في العراق مثنى السامي الرائي أن النهوض بالاقتصاد العراقي يتطلب وجود إرادة حكومية حقيقية. وقال السامي الرائي إن تحويل الموازنة إلى برامج وأهداف يحتاج إلى إعداد دراسة عميقة وواقعية، وهو ما يقتضي وجود إرادة حقيقية لتطبيقها. وأشار السامي الرائي إلى أن عدم وجود خطة للنهوض بالاقتصاد ومحاولات بعض الأحزاب دفع الحكومة ومجلس النواب في الفترة الماضية لاتخاذ قرارات وتشريع قوانين تخدم مصالحها الضيقة أدى إلى كوارث في المجال الاقتصادي. قالت هيئة الإعلام والاتصالات إنها فرضت غرامات بقيمة 4.5 مليارات دينار على شركتي آسياسيل وزين وكورك. وأضافت الشبكة أن هذه الغرامات جاءت بسبب سوء الخدمة التي تقدمها تلك الشركات، وتوزعت الغرامات على الشركات بحسب التقارير الواردة عن أدائها، ففرضت على شركة آسياسيل غرامة بقيمة 3 مليارات دينار، فيما فرضت على شركتي زين وكورك غرامات بقيمة 1.5 مليار دينار. أعلنت محافظة النجف أنها تستعد لزراعة محصول الشلب بواقع 211 ألف دنم في قضاء المشخاب. نائب محافظ النجف فاضل الفتلاوي قال إن المحافظة شهدت زراعة أكثر من 35 ألف دنم في قضاء المشخاب من الحنطة والشعير، في حين أن أكثر من 250 ألف دنم في النجف تم زراعتها بنفس المحاصيل. وأشار الفتلاوي إلى أن الإنتاج المتوقع لهذه المحاصيل في المحافظة سيكون 250 ألف طن. وأضاف الفتلاوي أن النجف والمشخاب ستزرع 211 ألف دنم لمحصول الشلب ضمن الخطة الزراعية لهذه السنة. طالب عضو لجنة الزراعة النيابية في العراق علي البديري وزارتي التجارة والزراعة بزيادة عدد الساعات التسويقية لمحصولي الحنطة والشعير. وأكد البديري أن هناك جهات تعمل للقضاء على المنتج المحلي من خلال وضع المعوقات أمام الفلاحين والتقليل من جودة المنتج. وأضاف أن تلك المحاصيل تعد من المحاصيل الاستراتيجية وتثبت بأن المنتج المحلي يضاهي الأجنبي. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.